عندي أن هناك مخطط منظم لاغتيال سياسي للسيد راشد غنوشي، عملية لإنهائه بشكل هامشي وبشكل ما فيه كان معناها ضرب لرموز البلاد والدولة بكل طريقة ولو كانت بأقذع الطرق وبأكثرها قذارة. اليوم مجرد توجيه سهام الاتهام للسيد وزير الداخلية من قبل هذه الآية والتلميح أنه لم هذا في الحقيقة هو ينبت بدمار الدولة، لأن ذلك يعكس بشكل نهائي الصراع الموجود داخل الأجنحة، أجنحة السلطة، واللي معلوم أنه ما أنه هناك من ينتصر إلى وزير على حساب وزير آخر. معركة الشقوق اتركوها عندكم، حركة النهضة غير معنية بمعركة شقوقكم، حركة النهضة معنية بإعادة الأمر إلى الانتقال الديمقراطي.